ولنقاش موقف إيران والغرب حيال الاتفاق النووي ودور الإدارة الأمريكية الجديدة من التحولات الممكنة. ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمد المدحجي. أهلا بكم سيدي. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. في تصريحات متتالية لمسؤولين إيرانيين أكدوا على عودة إيران للاتفاق النووي بشرط رفع العقوبات الأمريكية وفك تجميد أرصدتها بعد تهديد سابق بالانسحاب من الاتفاق. من سيخطو برأيكم الخطوة الأولى نحو العودة للاتفاق النووي الإيراني؟ يعني في البداية يجب ننتبه إلى نقطة، ألا وهي التخبط في سياسة إدارة بايدن بسبب رفض البنتاغون لسياسة بايدن باتجاه إيران، السياسة المرنة المعروفة الواضحة واضحة المعالم، مثلا إخراج جماعة الحوثي الإرهابية من قائمة الإرهاب أو فتح المجال لبعض الأموال الإيرانية المحتجزة مثلا في كوريا الجنوبية أو في بنوك أخرى تدريجيا. لكنه حتى اللحظة ونظرا للتصعيد الإيراني يمكن أن نفهم أن التضارب ما بين إدارة بايدن والبنتاغون حول كيفية التعاطي مع الملف الإيراني لا يبدو أنه سينتهي قريبا. ولهذا السبب إيران فضلت واختارت التصعيد من جديد، وإن كان بايدن حرا في التصرف مع الملف الإيراني بعيدا عن سياسات الجيش الأمريكي والبنتاغون لكانت إيران ذهبت على طاولة المفاوضات، وهذه الطاولة أساسا هي منعقدة مع الإدارة الأمريكية من خلال سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة. وحتى قبل تنصيب بايدن لمنصب الرئاسة كانت مفاوضات بين السفير الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة وفريق بايدن، منهم جاك ساليفان الذي يعتبر معمار الاتفاق النووي، وهو الآن يتصدر ملف إيران في وزارة الخارجية وفي السياسة الخارجية لإدارة أوباما عذرا لإدارة بايدن. فالتصعيد الإيراني يمكن أن نفسره أن إيران لا ترى أفقا واضحا من قبل إدارة بايدن لتخفيف العقوبات عليها، أو خلنا نكون أدق، أن إدارة بايدن لا تتمتع بالخيارات والصلاحيات الكافية للتعاطي مع الملف الإيراني. هكذا يمكن أن نفسر التصعيد الإيراني. بعد كل الانتهاكات في تطوير وتخصيب اليورانيوم، ماذا تبقى من الاتفاق النووي للعودة إليه أو حتى الانسحاب منه؟ يعني نحن يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، أن الاتفاق النووي هو ليس اتفاقا نوويا بقدر ما هو اتفاق إقليمي يعطي إيران مفاتيح إدارة ملف الطاقة في منطقة الخليج العربي وغرب آسيا بشكل عام. هذا هو عنوان الملف، هذا الملف الاتفاق النووي، وأنا أنقله من لسان غاري فيك مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق خلال مقابلة له بعد التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015. قالها بالحرف أنه على حلفاء الولايات المتحدة مثل السعودية أن تقبل بالترتيبات الأمنية والسياسية الجديدة التي تعطي إيران ملف إدارة المنطقة، بالحرف قالها، ومنشور بالعربية على الإنترنت، بإمكان المشاهد أن يذهب إلى المتصفح ويبحث عن هذا التصريح لغاري فيك. أما بالنسبة لباقي أجزاء الاتفاق النووي، يعني الاتفاق النووي هو في الواقع إعطاء إيران الغطاء الشرعي، خلنا نقول شبه الشرعي، حتى تواصل برنامجها النووي وصولا الى القنبلة الذرية. هذا ما يريده وما كان يريده، لكن برقابة دولية. نعم، برقابة دولية. يعني خلنا نكون واقعيين بعيدا عن الدعاية والدبلوماسية الفاضية التي تواصلها الوكالة الدولية بالطاقة الذرية. هل إيران أوقفت الجزء السري لبرنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي لحمل الرؤوس النووية؟ الجواب لا، الكل يعترف بذلك والكل يضعن
بأن إيران لديها برنامج سري نووي خارج رقابة دولية. لكن ماذا تفعل الوكالة الدولية؟ الوكالة الدولية تنتهج نهج دبلوماسي وخطاب دبلوماسي مخادع بالتغطية على إيران حتى تصل للقنبلة الذرية، هذا كل ما يفعلونه بهذا الجانب. ولهذا السبب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من هذا الاتفاق وقال أن هذا الاتفاق غير كافي. نعم، ما مدى جدية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حيال هذا الاتفاق؟ يعني هؤلاء وزير الخارجية هو ليس إلا متحدثا باسم أشخاص أو جهات مثل مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أو جاك ساليفان الذي يمثل هذا المجلس، فوزير الخارجية هو يتحدث باسم هؤلاء، وهؤلاء يريدون اتفاق مع إيران وإلغاء العقوبات على إيران ويريدون إطلاق يد إيران في المنطقة. وهذه السياسة بالمناسبة ليست خفية، وهي معلنة وهم يؤكدون على ذلك. وحينما دونالد ترامب اغتال قائد الإرهاب الإيراني في المنطقة قاسم سليماني، كلهم أرسلوا برغيات تعزية لإيران واعتبروا ما قام به الرئيس الأمريكي بأنه إرهاب دولي. يعني اغتيال وتصفية إرهابي مثل قاسم سليماني هؤلاء اعتبروه جريمة. فهؤلاء اليوم هم الذين يمسكون الملف الإيراني، وتصريحاتهم مسجلة بأسمائهم على وسائل الإعلام. يعني من يريد أن يعرف ما هو موقف هذه الإدارة من إيران عليها أن يذهب ويقرأ مواقف هؤلاء من تصفية قاسم سليماني الإرهابي، فهو سيعرف ماذا يريدون هؤلاء من إيران. فإذن ما يصرح به وزير الخارجية هو ليس إلا جزء من التجاملات الدبلوماسية أو مع مثلا روسيا أو مع الصين أو مع دول أوروبية، لا أكثر. سياسة بايدن، إدارة بايدن، هي سياسة أوباما نفسها دون نقطة زائدة أو نقطة ناقص. فهم سيواصلون سياستهم لإطلاق يد إيران في المنطقة، لكن يبقى التساؤل، هل سيستطيعون؟ هذا جواب هذا السؤال هو النقطة المحورية. وحتى اللحظة أنا لا أعلم عن المستقبل، حتى اللحظة البنتاغون رافض تماما لإطلاق يد إيران في المنطقة. شكرا جزيلا لك المتخصص في الشأن الإيراني محمد المذحجي، حدثنا عبر الهاتف من لندن.